Hakan. Hakan ne bari hayır. Gol. 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 Mayed Haddad حلوه. حلوه فيصل الدخيل. تريها الكره المؤيد الحداد اللي بيدخل فيه الدقيقه 27 شوف شوف اللعبه كلها من فيصل ناحيه اليمين لمؤيد اللي بيصيدك الدفاع الفريق الايراني وبيسجل كره تمر تعديده بيكون ايضا كره الوصول تشي هدف لمؤيد الحداد هدف هدف في الدقيقه في منطقه الكوت 27 في الدقيقه 27 مؤيد الحداد من المرسوم فريق الفريق الايراني بدا في اللوحه 10 الاولى هو اللي مسيطر لكن بعد ما اخذ على طبيعه الارض وجلس على الجمهور بدا يقدم كره افضل وبدا هو اللي يهاجم وكره تنفذ بالفعل الى مؤيد الهدف الاولاني لمنتخب الكويت شو يقول ان كورنر مش حلوه اللعب النص توصل فريق الايراني جبار بيعدي فطري 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 جول 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 في الدقيقة 38 في الدقيقة 38 كرة الحديدة أرضية يمشي خطرة المفروض المفروض المنطقة شوف 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 وبيحطها عدل ناصر ناصر محمد خاني تعادل تعادل 1-1 طبعا راح يكون في ضربات جزاء اذا انتهت المباراة بالنتيجة هذه في تغيير في تغيير من كرة سهلة بيت واحد ايران واحد عتيد راح ينزل فيصل الدخيل فيصل الدخيل ها ها كابتن فيصل يحسب ويعد ويحسب ويقول واحد اسير بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل شيء وفيصل جول فيصل جول أول كرة بيحطها أول لعبة فيصل جول يلا يا سمير سمير آه شوف الروح الرياضية فريق الإيراني أصغر حاج له شكله أصغر حاج له أصغر حاج له ثلاثة أصغر حاج له أصغر حاج له سمير فحص سمير أصغر أيضا أصغر حاج له داخل الجول واحد 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 السيرتين طبعا من أول واحد واحد وحين السيرتين هناك سيرتين أنا من رايح يوسف السويد سويد سويد احسب واحد اثنين ثلاث جول حصل زاوية صعبة شكلها رايح فوق فوق جول جول شكلها بسرعة رايح فوق جدا القلب يرجع سويد جمهور كلادي ايران تفوز لما الفوز يشوفوا بيشوتوا الحديد الجمهور السنغافوري بالسنغافوري باللغة السنغافورية مو باللغة الحجم 16 اللي هو جبار مختار جبار برا برا جبار او جبار مختار يبوس الارض
برا برا. شوف ما حد عمل لبس القفور. اوه انا عمل قفور احفوظ اعمل ايه كل لاعب ظهر اسناني. اوت يلا يا الظاهر مختار بيحطها برا. فين رايح؟ وليد المؤيد مرمى بعيد من امكان بعيد عيقه. ايه شامرة وليد خور قابله. كنت خايف والله يا وليد كنت خايف، لكن انت ثقة بنفسك اكثر مني انا. وليد 4-2 الان. يا رب 16 ونروح لها. 16 بعد الكاميرا. حميد درخشان سمار سعيد بالقول. حميد درخشان بيصيدها سمير سعيد. محبوب رايح حميد الخشان جول. محبوب والآن المنتخب يكون تقدم بهدف الرابعة. محمود إن شاء الله. محمود يا محبوب محبوب ساكت أنا ساكت. هلا هيبة من غير حكي تغني روحها من غير أنا محطة زاوية زاوية الحديدة من غير نحكي. أنا بحكي للإذاعة ما أحكي للتلفزيون. التلفزيون لا شايفين في تضامن الأمان في الكويت شايفين. نهاية الآن من هو اللاعب الإيراني؟ 14 رضا حادي. رضا حادي جول خمسة. أصبحت الآن المباراة معلقة برجل جمال يعقوب. إذا يابها جمال جمال اكفى اللي يخليك جمال هدف جمال يحط الكويت الثالث. سمع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وجمال بغمض انا. جمال شو جمهور جول خلاص منتخب الكويت الوطني هو في المركز الثالث. ياب 6 أهداف 5 أهداف. جمال يعقوب يا ولد يعقوب القبندي الزينة.